نهار اللي حسيت به بالبرد الخوف والوحدانية كنت في بيتي، البرد كيدخل من السرجم وقراع المختبر اللي في البيرو كيتقرقبو بحال عظامي اللي مقدوش فيهم الحوايج اللي لابسة. هاد الإحساس كان هو نفس الإحساس اللي حسيت به نهار اللي كنت غادي لباريس، طالعة في التران وخايفة بحال كل شي كيشوف فيها. كانت هاديك هي أول مرة غادي نسافر فيها بوحدي برا فارشافا في بولندا. التران تحرك والخلعة باقة شادة فيها، في نفس الوقت كنت خيل حياتي في فرنسا كيفاش غادي تكون، فين غنسكن بعدا، كيفاش دايرة الحياة هنايا. التران غادي وانا عقلي سارح في كيفاش غنسلك راسي في هالظروف، خصوصا عندي غير فلوس اللي جمعت فاش كنت مربية في بولندا. داز الوقت ولكن بيناتنا الحياة في باريس كانت صعيبة بزاف. كنت ساكنة غير في بيت صغير فوق السطح على قد جيبي، حتى تلاقيت بيير كوري، الراجل اللي فهم شحال كنت انا مهووسة بالشيمي، الراجل اللي خدمت معاه وتزوجت به. بدينا غير في مختبر صغير بظروف قاصحة بزاف، كان عندنا غير ماتيريال بسيط راجلي اللي صوبو، وهو باش كنا كنقيسو الإشعاع حيت كنا خدامين على واحد الفينومين اللي معمر شي واحد فهمو واللي هي الراديو اكتيفيتي. كنا كنحاولوا نفهموا علاش اليورانيوم كيشعل، وكل مره كنحاولوا نستخرجوه فيها ونحيدوا ليه الشوائب اللي دايره به كنلقاو بلي الشوائب كتضوي اكثر منه في الليل. كان هذاك هو الميلاد ديال عنصر جديد سميناه البولونيوم على سميت بلادي بولندا، ومن موراه اكتشفنا الراديوم. جوج اكتشافات اللي كانوا صعاب، حيت باش نستخرج 100 ميلي غرام كان خاصني نقلب في 10 طن ديال بيتش بلاند، العملية اللي غتستغرق 4 سنين باش في الاخر نحصل على 100 ميلي غرام ديال الراديوم، وبها غناخد الجائزة نوبل الثانية من بعد الاولى اللي كانت في الفيزياء، واللي ما كانتش غناخدها كل مرة جلي بيير اللي قال لهم الا ما كانتش ماري ما غاديش نقبل الجائزة، وهكا غنكون اول مرة غتاخد جائزة نوبل في العام. جوج اكتشافات اللي حرقوا لي جلدي غادي يكونوا اسباب الموت ديالي، وخلاو المختبر ديالي باقي كيشع اكثر من 100 عام من مورا الموت ديالي.